حلقة جديدة لفورتك نقدمها لكم أيضاً من روسيا، من أمام مدخل قصر الكرملين، أحد أهم ملامح مدينة موسكو، لكن هذه فقط البداية. في جولة ستأخذنا في تقنيات بارزة من هنا من روسيا، فأهلاً بكم جميعاً. الاستعداد لتصوير هذا التقرير مختلف عما أقوم به عادة. أنا الآن أرتدي بدلة غطس مخصصة للغوص في المياه الباردة، تسمى دراي سوت أو بدلة جافة، وهي مختلفة كلياً عما أرتديه عادة عندما أقوم بالغطس كهواية. وبينما استعد لتصوير ابتكار جديد يستخدم تحت الماء، قررت اتباع تدريباً خاص لاستخدام هذه البدلة بأكثر شكل آمن. We'll go out a little bit to about 2 to 3 meters. سنبدأ بالغوص على عمق 2 إلى 3. وإحدى الأشياء التي يجب أن تنتبه لها عندما تغوصين باستخدام البدلة الجافة هو احتمال وصول الهواء إلى قدميك، وبهذه الحالة يمكن أن ينقلب جسمك عكسيا بحيث ترتفع قدماك لسطح الماء ويتجه رأسك للأسفل، ولكن سأعلمك كيف تعدلين وضعية جسمك. أجرينا كل إجراءات السلامة قبل الغوص، وبالتأكيد لدي هذا الميل بسبب الرؤية المنخفضة في هذه الماء، والأهم من ذلك لدي هذه المسألة. ما قمنا به هو ما زال في إطار الغوص التقليدي بالشكل الذي نقوم به الآن، لكن بحسب خبراء روس تجربة الغطس في المستقبل ستختلف، وإحدى المعدات التي الكثيرة التي أحملها علي الآن لن تكون موجودة في المستقبل. بوصلة الغواص هي غالباً ما سيتم الاستغناء عنه في السنوات القادمة، وستستبدل بنظام ملاحة خاص بالاستخدام تحت الماء طوره خبراء في موسكو. Hello, Artur. Привет. Привет, правильно. Артур, لدي فضول أن أعرف أكثر عن جهاز الملاحة تحت الماء الذي عملت على تطويره. ما هو مبدأ التواصل الأساسي بين النظام تحت الماء وبين الأجهزة التي تقوم بالإشراف عليه على سطح الماء؟ تحت الماء نحن مقيدون في كيفية نقل البيانات. الأسلوب الرئيسي والأكثر تطوراً وفعالية حتى الآن هو الاستشعار المائي بالأمواج الصوتية. مهمتنا إيجاد طريقة لتحويل إشارات الأقمار الصناعية التي تصلنا على شاكلة بيانات جي بي إس إلى معلومات يمكن التقاطها تحت سطح الماء. ولهذا الغرض لدينا أجهزة مختلفة، بعضها ذات مهام بسيطة مخصصة للغواصين الهواة كتحديد مكان الغواص كي لا يبتعد كثيرا عن السفينة المرافقة وأن يجدها عند العودة ويحدد له المسافة التي يحتاج لقطعها. والجهاز الذي يقوم بهذه المهمة يدعى بوصلة الغواص. هنا لدينا إضافة لذلك جهاز كاردينات أني المخصص لمن يمارس الغوص الاحترافي أو يعمل تحت
الماء للعثور على أشياء معينة، ويقوم الجهاز بإعداد قاعدة ملاحية، فيما يكون الغواص أو الروبوت العامل تحت الماء مزوداً بلاقط الإشارة، ما يسمح لنا تحديد موقعهم بالتناسب مع مكان وجود جهاز استقبال الإشارة، وهكذا نستطيع تحديد المسافة والعمق والسمت. ما هو عدد الغطاسين الذي يمكن للجهاز أن يتابعهم في ذات الوقت؟ одновременная работа допускается с 32 يسمح الجهاز برصد 32 نقطة في آن واحد. والآن ننتقل إلى الجهاز الثاني الذي قمنا بإعداده، وهو نظير طبق الأصل لنظام GPS الذي نستخدمه على السطح، ويعمل من خلال توزيع عوامات بحرية على سطح المياه تعمل بالأمواج الصوتية، وهي تلعب دور الأقمار الاصطناعية، بينما يعمل هذا المستقبل على استقبال الإشارة الواصلة إليه من العوامات المائية، وبناء عليها يحدد مكان تواجده بالنسبة للعوامة. سؤالي الأخير أرتور عن هذه الأجهزة، يعني هي تتواصل مع بعضها بالأمواج الصوتية، ما هو مدى تأثير هذه الابتكارات على الحياة البحرية أو الحياة المائية؟ هل أخذتم هذه النقطة بعين الاعتبار؟ هنا علينا الأخذ بعين الاعتبار أن الترددات والذبذبات التي نستخدمها لا تتقاطع بشكل مباشر مع تلك التي تستخدمها بعض الحيوانات البحرية للتواصل. كذلك إن قوة الأمواج والإشعاعات المستخدمة منخفضة للغاية. إضافة لذلك نحن لا نعمل تحت الماء 24 ساعة متتالية، فالغطسة الواحدة مبنية لخدمة هدف معين وتستمر وقتا محددا من الزمن، ولا نقوم بأي من هذه الأعمال في مناطق المحميات الطبيعية. لذلك الآلية الفيزيائية التي تعمل بها هذه الأجهزة تستثني حدوث أي ضرر للحياة البحرية. شكرا جزيلا أرتور على كل هذه المعلومات. كان لدي فضول كبير لتجربة الجهاز الخاص بالغطاسين الهواة تحت الماء أثناء تواجدي في روسيا، لكن للأسف لم تسنح الفرصة لنا بسبب بعض التعقيدات اللوجستية. لكن الآن سنطلع على كيفية استخدام الجهاز المتطور من قبل بعض الشركات المتخصصة. Hi, how are you? Fine, thanks. لينار، في الشركة التي تعمل بها أنتم تتحققون من حالة أنابيب النفط والغاز تحت الماء. من تجربتكم ما مدى دقة الإحداثيات التي يعطيكم إياها نظام الملاحة هذا؟ يعمل هذا الجهاز بدقة عالية خاصة في المياه الضحلة. هناك ترون المسار الذي تتبعه الغواص محدد على الخريطة بخط أبيض، فيما يشير الخط الأحمر إلى الموقع الفعلي للمادة التي يتم تفحصها، وجميع هذه العلامات لا تتجاوز نصف المتر. الجهاز مزود بدراجة مائية، سكوتر مخصصة للاستخدام الخاص بالغواص، وأجهزة قياس تسجل البيانات في المجال المغناطيسي، كما تم تزويده بذراع خاصة يستخدمها الغواص لوضع علامات لتحديد إحداثياته في مجالنا، وأخرى لنظام GPS لتحديد موقعه. كل شيء يعمل بشكل متزامن، ونتمكن من تحديد الموقع والإحداثيات الدقيقة لكل نقطة. بالنسبة لعملك لينار، كيف تتوقع أن تقوم هذه الأنظمة من تغيير تجربة العمل أو التنقيب تحت الماء في المستقبل؟ أنظمة GPS هذه ستزيد بشكل كبير من دقة تحديد مكان وطبيعة الأعمال المنجزة في المياه الضحلة، لأنه يمكن استخدامها ليس فقط في عمليات تفتيش الأنابيب تحت سطح الماء، بل أيضا في الحفريات الأثرية وإعداد الخرائط تحت الماء واكتشاف أماكن تاريخية أو حطام سفن غارقة في البحر أو لأي غرض آخر. من وجهة نظرنا هناك آفاق واسعة جدا. شكرا جزيلا لينار على هذه المعلومات. قد تحدث هذه الأنظمة فرقا ملحوظا في السنوات القليلة القادمة بالنسبة للشركات المتخصصة بالأعمال والتنقيب تحت الماء، لكن بالنسبة للغطاسين الهواة عليهم أن ينتظروا لفترة أطول قبل استخدام هذه الأنظمة بسبب كلفتها المرتفعة جدا.
يعني سأشرح على الصورة في المنيو الإنجليزي. One creamy caramel and yeah. Two and one of this. بليني؟ بليني. بليني. إحدى النصائح كانت إذا كنتم في روسيا يجب أن تجربوا هذه الشطائر، يعني بالرغم من أنها موجودة في الكثير من الدول لكن يبدو أن لها خصوصية معينة هنا في روسيا. إذن أنا أمام الجامعة الروسية للنفط والغاز، والتي تدعى أيضاً جامعة جوبكن للنفط والغاز. جئت إلى هنا للتعرف على مشروع أسسه شخص من خريجي هذه الجامعة، سيساعد شركات النفط على رفع كفاءة إنتاج واستخراج النفط من الحقول الحالية. Hello. Hello. How are you? I'm fine. How are you? So you studied here? Yes, I have. So this. نعم صحيح. هذه الجامعة الأساسية للنفط والغاز والتي خرجت أغلبية مهندسي هذا القطاع. أنا تخرجت من هذه الجامعة في العام 2003 كمهندس حفر، ولكني قطعت مشواراً طويلاً منذ ذلك الوقت. عملت في منطقة الشرق الأوسط وبشكل أساسي في السعودية وأيضاً في الكويت وفي بعض المشاريع في الإمارات العربية المتحدة، كما أنني عشت في كندا وعملت حول العالم. لكني عدت إلى مدينتي وقمت العام الماضي بالعمل مع آخرين وقمنا بتطوير تكنولوجيا سنريك إياها خلال الدقائق المقبلة. فلنذهب إلى مكتبي. ما هي طبيعة هذه التقنية ولماذا طورتموها كحل لهذه المشكلة؟ Yes, well, you see, there are a bunch of. نعم، هناك 60,000 بئر نفطية مهملة وغير مستخدمة لأسباب مختلفة. 60,000 wells, you can imagine that. 60,000 في روسيا، وهناك 200,000 بئر مهملة حول العالم، وهي مغلقة أو مهملة لأسباب مختلفة في ظل غياب حلول تكنولوجية قادرة على إعادة هذه الآبار إلى العمل. ما هي المشاكل التي تؤدي إلى إهمال هذه الحقول وما هي الحلول التي توفرونها لمعالجة هذه المشاكل؟ بشكل رئيسي وجود تسريب في جدار البئر أو تترك المعدات في غير مكانها، ما يجعل إعادة البئر للعمل غير مجدي اقتصاديا بسبب هذه المشاكل. لذلك لدينا هنا تكنولوجيا حفر ستعطي الآبار حياة جديدة وتعطينا ثروة إضافية. لماذا؟ Well, radial technology is radial drilling technology is not new in the market. إن تقنية الحفر radial ليست تقنية جديدة، هي موجودة منذ سنوات، إلا أن شركتنا تقدم هذه التكنولوجيا بشكل جديد. ما هو موجود في السوق هي تقنية النفث الهيدروليكي، بينما تعتمد تقنيتنا على عمود الحفر ومحرك. نحن نقوم بفتح ثقب في غلاف البئر الداخلي ونقوم بحفر نفق جانبي. Cut the hole in the casing and you actually drill the lateral. دائماً أتخيل أدوات الحفر الخاصة بالنفط بأنها أدوات ضخمة، هذه دقيقة وكأنها تحفر بشكل محدد، هل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس المقاس المعتاد، حيث قام فريقنا بتطوير هذا المحرك للحفر في الوحل بالتعاون مع أحد المطورين في روسيا. هي تقنية للحفر الضيق، ما يسمح لنا بإنجاز العمل بسرعة وبشكل رخيص ومجدي اقتصادياً للبئر ذاته. نحن نقوم بفتح ثقب في غلاف جهاز الحفر ونقوم بوضع أداة حفر خاصة لهذا الغرض. بإمكاننا أن نوجد 4 رؤوس إضافية عند ذات العمق المستهدف. نحن نستطيع إضافة رؤوس أخرى عند بلوغ عمق جديد عند الحاجة. هذا ما يميزنا عن الآخرين في السوق. هذا الموضوع معقد جدا، هل يمكن أن نرى عبر لقطات الفيديو الخاصة هنا والتي قد تسهل علينا فهم هذه الحلول؟ بالتأكيد، هذا ما ذكرته لك. نقوم بوضع هذه المعدات عبر ثقب في جدار الحفار مستعينين بمحركين خاصين،
واحد لفتح الثقب والثاني للقيام بالحفر. أرى هنا مجموعة من التصاميم التي توضح عمليات التصميم لهذا الجهاز. هل يمكن أن تأخذنا في جولة على أبرز السمات الهندسية الخاصة بهذا الجهاز؟ Yes, certainly I can. بالتأكيد أستطيع ذلك. هذا الرسم يظهر النظام. هو يتكون من ثلاثة أجزاء، أحدها لتحديد العمق المطلوب، الثاني هو الخاص بطحن التربة، والثالث الجزء الخاص بالحفر. الجهاز مكون من أجزاء موجودة فعلا، ولكن تم وضعها مجتمعة بشكل مبتكر للقيام بالأمر الصحيح. داليا، كم صورة لديك في الهاتف؟ لا أعرف، لهذا أعتمد عليك نسيم، لأن هاتفي لا يتسع لأي كم صورة جديدة. أعترف فيه؟ 20,000 ربما. 20,000؟ لا أعرف، هذا يمكن مش أكثر من 2000. أنا عندي تقريباً 3,000 صورة، ولكني خسرت تقريباً 500 صورة قبل أسبوعين بسبب مشكلة في هاتفي، واضطريت لأن أبني هاتف جديد، ولكن هذا دائماً هاجسي، يعني لذلك دائماً أحتفظ بنسخة جديدة، يعني نسخة إضافية على الكمبيوتر أو مكان آخر. يعني هاجس داليا، هاجس أنيس، وهاجس كل واحد منا، لأنه تعرض الهاتف أو الكمبيوتر لفيروس أو لتجسس مشكلة صعبة جداً. لكن في هذه الحلقة نتعرف على تقنيات تواجه ذلك بقوة. إذن تعرضنا لهجمات إلكترونية ليس محصور فقط على الكمبيوترات التي نستخدمها، بل أي جهاز ذكي متصل بالإنترنت. أنا الآن في المقر الرئيسي لشركة كاسبيرسكي هنا في موسكو، وفي داخل هذا المبنى يوجد مختبر مهم جداً للشركة، يتم من خلاله تحليل الكثير من الهجمات الإلكترونية التي تعرض لها المستخدمون حول العالم. سوف نتعرف في هذا التقرير على كيفية حماية أنفسنا من الهجمات الإلكترونية خلال حياتنا اليومية. إذن الآن أنا داخل مختبر كاسبيرسكي لاب. هذا المكان شديد الحساسية، وكما يصفه الموظفون هنا بأنه مكان تصنيع اللقاحات، ليس لمكافحة الفيروسات البشرية ولكن لمكافحة الفيروسات الإلكترونية. Hello. Hello. Nice to meet you. ما أهمية هذا المكان بالنسبة للعمل الذي تقومون به هنا في شركة كاسبيرسكي؟ Virus Lab is a division of Kaspersky Lab and it contains about 80 malware. مختبر الفيروسات هو أحد أهم مختبرات شركة كاسبيرسكي. يعمل به حوالي 80 متخصصا في تحليل البرمجيات الخبيثة، ويفعلون سبل الحماية المتاحة للتصدي لها. تقصد بأنه في حال حدوث أي هجوم إلكتروني في أي مكان في العالم، يتم اختار هذا المكان به ويعني مكافحته؟ في الأوقات الاعتيادية نستجيب مباشرة للتنبيهات والطلبات التي تصلنا من نظامنا الآلي ومن زبائننا. نحلل تلك الطلبات والتنبيهات ونرفع مستوى الحماية أو نجري تعديلات على المكونات الداخلية للمنتج لتوفير دعم لمستوى عالي من الحماية المستدامة. لن نأخذ الكثير من الوقت، لأني أعرف هذا المكان شديد الحساسية ولا يمكننا أن نرفع صوتنا كثيرا، لكن هل يمكن أن تأخذنا بجولة سريعة ونرى ماذا يحدث أكثر هنا؟ الآن سأريك كيفية تحليل البرمجيات الخبيثة في الوضع المعتاد وفي حال ظهورها. إذا نظرت إلى الشاشة اليمنى ترى صورة الملف المشبوه، أما الشاشة اليسرى تبين كيفية تعاملنا مع ذلك الملف. نفتح الملف وننظر لمحتوياته من الداخل ونفهم تركيبته وسلوكه والمهام التي يؤديها والأدوات التي يستخدمها. لا
لكن لنكن واقعيين، هناك العديد من الهجمات التي تحصل حول العالم في نفس الوقت، كيف يمكنكم أن يعني تتتبعون وتلاحظون وتحللون ماذا يحدث؟ أود بداية القول إنه تبعا لإحصاءاتنا نستقبل يوميا قرابة 300 ألف عينة من البرمجيات الإلكترونية الخبيثة، وهذا عدد كبير جدا. لدينا في شركة كاسبيرسكي الكثير من الأنظمة الآلية التي تعالج 99% من تلك الهجمات. إذا ما هي الأدوات التي تستخدمونها لتحليل وقوع هجمات إلكترونية حول العالم؟ في بعض لغات البرمجة نستخدم أدوات تعمل على إعادة صياغة بنية تلك اللغة ورموزها الرئيسية، هذا يسهل عملية تحليل تلك البرمجية الخبيثة. أيضا نستخدم الأدوات العامة المتاحة لشركات أخرى، وتلك الأدوات تمكننا من تحليل المعلومات الواردة سطرا بسطر. نرى مجموعة من الشاشات موجودة، هل يمكن أن نشرح بطريقة سريعة ما المعلومات الموجودة عليها وكيف تساعد من يعمل في هذا المكان؟ هذه الشاشة تظهر المعلومات الواردة من عملائنا وتبين المصدر والهدف اللذين نطبق عليهما آلياتنا من خلال نظم الحماية لدينا، كما نرى كيف تبدو الأهداف على خارطة أرضية، ما يسمح لنا بالتعرف على أصل المستهدف من ناحية والقراصنة الذين يدخلون الفيروسات من ناحية ثانية. في الشاشة اليمنى ترى إحصائيات وأرقاما يستخدمها محللون، كذلك توجد بعض الإحصائيات والأرقام الداخلية الخاصة بشركتنا، من خلال ذلك نقرر رفع مستوى الحماية وتفعيل مستوى الخطر بالطريقة السليمة من أجل تقديم الحماية اللازمة لتفادي الأخطار الأكثر شدة في البداية ثم تليها الأقل خطراً. لست أدري إذا كان بالفعل يمكنني أن أصف هذا المكان بالمستشفى الإلكتروني مع كل الأحاديث التي ذكرناها عن التهديدات الإلكترونية التي تحيط بنا، وخاصة مع كثرة اعتمادنا على الأجهزة الذكية المتصلة مع بعضها البعض. أيام في روسيا زرنا موسكو بالتأكيد ومدينة سان بطرسبرغ، وطلعنا على الكثير من الجوانب المختلفة في حياة السكان المحليين هنا. الشيء الذي كنت أفكر فيه باستمرار أن لروسيا دور كبير على الصعيد السياسي ولها وزن كبير جدا أيضا يعني في منطقتنا العربية بشكل عام، لكن يعني نحن كنا محظوظين أننا تعرفنا على يعني جانب مختلف من حياة السكان البلاد هنا، طلعنا على ثقافتهم. نعم، أنا اكتشفت أو بالنسبة لي هو اكتشاف أن موسكو وسان بطرسبرغ كانوا أكثر أوروبية مما كنت أتخيل. ترى كافة الماركات التجارية المعروفة، شبكة الإنترنت تبلغ كل المدى وسريعة. نعم، وتحصل على كافة الخدمات عبر هذه الشبكة. هنالك أيضا العلاقة المباشرة مع الزملاء الذين عملنا معهم هنا، كانوا ودودين وأيضا قدموا لنا المساعدة المطلوبة. أكيد نحن في فورتك محظوظون لأننا نسافر إلى العديد من الدول ونصور يعني تقنيات، بعض هذه الدول قد لا نفكر بزيارتها مجددا، لكن أنا على ثقة بأننا نخطط لزيارة روسيا مرة ثانية. مشاهدة الثلج في الشتاء أو؟ يعني روسيا جميلة في الثلج وأيضا وقت الصيف، لكن زيارتنا المقبلة ستكون بلا كاميرات وبلا تصوير، ونكتشف كل المعالم السياحية في روسيا. فقط كاميراتنا الخاصة ربما. هذه لن نتخلى عنها. بالتأكيد. وسوف نستمتع الآن في الأكل بعد أن تتوقف الكاميرا عن التصوير. إلى اللقاء. We'll be right back.
جادر